قطاع الحليب يخلق المفاجأة هذا الشهر ويقر زيادة في سعر اللتر الواحد تفوق النصف درهم، قرار بشكل انفرادي للمنتجين وخارج إطار التوافق أو التشاور لا مع الكسابة أو الحكومة باعتبارها شريكا في العقدة البرنامج لتأهيل القطاع إلى غاية 2014. هذه زيادة مبالغ فيها، لأن متى نتحدثوا على الحجم ديال 7-8 حتى 10% ديال الزيادة في دفعة واحدة، هذا يصعب المواطن يقبل به، وأيضا الحكومة تظهر لها على أنه كان ممكن على أنه إذا مشات تدار الزيادة ما تدارش بهذا الحجم وتكون متدرجة، أقول نظرا لخصوصيات المنتوج، واخا هو منتوج محرر ولكن الحليب راه هو للجميع، وان كان الحكومه الان تعمل على دعم جميع المدخلات ديال الانتاج ديال الحليب على اساس اننا نفوتوا داك 50-55 لتر اللي تيستهلكها المواطن المغربي، بالتالي ما يمكنش نرفعوا الاسعار ونقولوا اننا خصنا نرفعوا من الاستهلاك، وبالتالي هاد الشركات كان خصها تكون واعيه بان الاليات ديال عرض والطلب تتقول لها بغيتي ترفع من الاستهلاك خص الأسعار تكون في المتناول. الزيادة التي لم يتم التشاور بخصوص توقيتها أو نسبتها ستجعل رفع معدل الاستهلاك الوطني في الوقت الراهن أمرا مستحيلا بالنظر لمستوى دخل الأسر، فأية تدابير ستقدم عليها الحكومة تجاه أرباب القطاع؟ الحكومة عندها قانون ديال الأسعار 0699 الذي غيرناه وتممناه، واللي من خلاله سنستدعي من طرف وزارة الفلاحة الشركة اللي زادت في كانت هي البادئة، ومن طرف وزارة الشؤون العامة والحكمة جميع المنتجين في التعاونيات باش نتحدثوا معهم على الإجراءات اللي داروا وكيف تمت هذه الإجراءات، ونشوفوا واش تم تطبيق القانون ديال المنافسة ديال الأسعار ولا ما تمش. عندنا مجموعة من البنود، وحين ذاك ولو تم وتبين على أن هناك نية مبيتة هذه الزيادة بطرق غير قانونية، أكيد ذاك سيتخذ الإجراء وسيكون لصالح المواطن. وللتذكير فإن قطاع الحليب الذي يدير رقم معاملات بقيمة 8 ملايير درهم سنويا هو اليوم قيد التأهيل وفق عقد برنامج تساهم الدولة فيها باستثمارات تفوق 12 مليار درهم، والهدف رفع الإنتاجية إلى 3 ملايير لتر من الحليب يوميا في أفق 2014، إنتاجية ستنعكس حتما على الأسعار وضمان توازن السوق. زيادة نصف درهم في سعر اللتر الواحد من الحليب يبررها المهنيون بالوضعية الصعبة التي بات يعيشها الكسابة بالمغرب، الكسابة الذي أصبح عاجزا في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج والعلف عن إنتاج اللتر الواحد بأقل من 4 دراهم، فهل استفاد الكسابة فعلا من هذه الزيادة؟ ثم ما هي الأسباب الحقيقية الكامنة وراء عجز القطاع؟ الروبورتاج من الدار البيضاء ومن أكادير يرصد لنا واقع إنتاج الحليب بالمغرب. عودة مع وفاء بن دورون، برك زماني ومحمد العربي. بنواحي الدار البيضاء وبإحدى ضيعات تربية الأبقار وإنتاج الحليب التقينا صباح هذا اليوم خالد البوزيدي الذي يعتبر واحدا من بين 300 ألف كساب مغربي اختاروا الاستثمار في مجال إنتاج الحليب وبالتالي ضمان تغطية أكثر من 90% من حاجية المغرب. إنتاج الحليب بالمغرب اليوم مكلف لاعتبارات متعددة وأهمها ارتفاع عوامل الإنتاج. الحليب تتقام بديرة مدروس بحت 3.80 درهم، هذا كان حليب صحي، وما راه كاين الحليب تيتقام على مواليه قل ما تياكلوش ماكله بحال اللي كناكلو حنا، وكيلتي راه كيلتي وكل غير الخبز مثلا، والبهيم تما دابا البقره باش تنتج بقره ديال الحليب راه ماشي سهله، راه اقل غتشرب 30,000 درهم، وبنادم ملي يكون هادشي كامل وما ما تيدخلش المصروف ديالو الشهري راه خاصو غادي يحبس منه، غيطير غادي يحبس، وراه فارم كثر محبسو. الإفلاس يتهدد الكساب الصغار فقط، حيث أن المردودية وهامش الربح المريح يضمنه فقط الاستغلالات التي يفوق عدد رؤوسها 250 رأس بقرة حلوب. 30 عام وأنا تنكسب، وهذه 3 سنين حبست، كانت عندي 70 بقرة تقريبا وحبست الكسيبة لأن شفت راسي ما مربحاش ما مسلكاش، قلت ودرت الدراسة على حساب على أساس 250 بقرة باغي ندير إن شاء الله أكتب الله، وخرجتني هذه الدراسة بأن الحليب تتقام 3.80 درهم، وقلت ما غادي نستمر في هذا الميدان إلا خلصوني بربعة درهم وعشرين، لكن غادي خلصونا احنا بربعة درهم وعشرين لترو غادي نستمروا في هذا الميدان.
نفس التجربة ونفس المحنة لكن هذه المرة في منطقة أخرى، أكادير التي تغطي 15% من الإنتاج الوطني من الحليب. برنامج المخطط الأخضر الذي يرتئي إنتاج 4.5 مليار لتر يوميا من الحليب في أفق 2020 من شأنه أن يقلص تكاليف الإنتاج التي ترهق اليوم كاهل الكساب. الحليب ماشي غير كيجي وكيتنتج، كاينين دي شارج بزاف، كاينين دي شارج ديال لاليمونطاسيون، دي شارج ديال لي برودوي ديال ليجيان، وهما اهم حاجه باش تقدر توصل المعيار ديال الجوده باش توصل هذاك الحليب كما هو للمستهلك. كاينين بالنسبه لي تريتمون اللي كيداروا البقر ومن غير داكشي، يعني كاينين بزاف ديال لي شارج باش نقدروا نوصلوا هذاك لو برودوي. هاد لي شارج الا جيتي تقسمهم وتشوف وتفرقهم على لو بري ديال الحليب راه ما تلقاش واصل لي غتلقاه راه كثر فاق هذاك الثمن اللي كياخذ حتى الفلاح. عموما تطور الاستهلاك بالمغرب بنسبة 8% بالنسبة للحليب و16% بالنسبة لمشتقاته خلال الخمس سنوات الأخيرة، ومع ذلك لا زال لا الإنتاج ولا الاستهلاك لا يرقى إلى مستوى المردودية والجودة التي يتطلبها لا المهنيون ولا المستهلك. المستهلك الذي يبدو اليوم أنه الوحيد الذي سيتحمل زيادة نصف درهم في اللتر الواحد من الحليب.